بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بحضراتكم على قناة STC سالمون تريدينج شانيل مع كورس التحليل الفني على زوج العملات يورو دولار. عنوان حلقة اليوم: نظرة عامة على السوق خلال شهري 8 و9 2021. هذه الحلقة سوف نتعرف من خلالها على ترمومتر قياس التغير في الاتجاه من صاعد إلى هابط على زوج العملات EURUSD من نهايات شهر 8/2021 وحتى نهايات شهر 9/2021. هذه الحلقة مميزة وفاصلة بين اتجاهين، أحدهما صاعد والآخر هابط لهذا الزوج من العملات. بدأ الاتجاه العام في الصعود يوم 20/8/2021 الساعة 3 صباحا بتوقيت مصر على فريم الأربع ساعات. لو لاحظت خلال هذه الفترة الزمنية والتي تقدر بشهر تقريبا ابتداء من 20/8، كان عندي قمم أعلى من قمم وقيعان أعلى من قيعان، وهذه هي دلالات وعلامات صعود الاتجاه. واستمر هذا الاتجاه في الصعود حتى يوم الخميس الموافق 3/9/2021 مع الشمعة التي بدأت الساعة 11 مساء واستمرت لمدة 4 ساعات، وبانتهاء تكون هذه الشمعة انتهى الاتجاه الصاعد وبدأ نفس السوق لنفس الزوج من العملات في الهبوط بتكوين قمم أقل من قمم وقيعان أدنى من قيعان، وهذا ما يميز السوق الهابط. وبعد رسم الدعوم والمقاومات وخطوط الاتجاه كما هو واضح على الشارت، هنلاقي وحسب توقعاتي والله أعلم أن هذا الاتجاه الهابط سوف يستمر على الأقل لمدة شهر آخر، وهو ده حال السوق وحال أي حاجة في الدنيا. لكل شيء بداية ونهاية، وما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع، وكما قال الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وهي دي سنة الحياة وسنن الله في خلقه وكونه، فالأسعار مهما ارتفعت لابد لها من وقفة تعاود من بعدها الهبوط، وكذلك إذا انخفضت لابد لها من وقفة تعاود من بعدها الصعود. لكن أنا كمتداول مهم جدا أعرف أين ومتى وكيف ولماذا سوف تهبط أو تصعد الأسعار حتى أتمكن من دخول الصفقات المناسبة في الوقت المناسب على التايم فريم المناسب بأسلوب آمن بإدارة مالية جيدة حتى لا أعرض حسابي للتصفير. والآن نبدأ التحليل لمعرفة كيف تحول الاتجاه من صاعد إلى هابط. الشرط اللي قدامي ده عندي خطين رأسيين لونهما أبيض، الأول بتاريخ 20/8/2021 الساعة 3 ظهرا يمثل بداية الصعود في الاتجاه، بينما الثاني بتاريخ 3/9/2021 الساعة 11 مساء بتوقيت مصر يمثل نهاية صعود في الاتجاه وبداية الهبوط. وكما هو واضح السهم الأخضر يشير إلى رحلة اتجاه الأسعار خلال هذا الشهر من خلال القمم التي تكون أعلى من السابقة لها والقيعان التي هي أعلى من السابقة لها أيضا. كمان يؤكد الاتجاه الصاعد موفينج أفريج 14 هنلاقيه ماشي مع الاتجاه في الأسعار إلى أعلى. انتهى هذا الاتجاه الصاعد بانتهاء هذه الشمعة الخضراء التي بدأت الساعة 11 مساء وبدأت رحلة الهبوط في الجلسات التالية بظهور قمم أقل من قمم وقيعان أدنى من قيعان، كما يشير خط الاتجاه المرسوم باللون الأصفر، وبتقاطع هذا الخط الأصفر مع الدعوم والمقاومات والتي عندها إما يستمر السعر في الهبوط بعد أن يكسر منطقة المقاومة التي تقابله ويخترقها وهذا يتوقف على مومنتم البائعين وقوتهم، أو إن السعر يصطدم بهذه المقاومات ثم يعاود الصعود إلى أعلى
ومن ثم تتحول هذه المقاومات إلى دعوم. عموما هذا ما سوف نتعرف عليه خلال الأيام القادمة من شهر 29/21. والآن أترككم مع هذه الموسيقى ورحلة الصعود والهبوط كاملة بدون تعليق مني، إلى أن ألقاكم في المحاضرة القادمة. لكم خالص تحيات مستر محمد السيد السلموني.